السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. نتمنى يا ربي تكونوا كل شيء على خير وبخير، وان شاء الله يا ربي تكون في صحه جيده. صراحه انا في اي فيديو ملي كندعي معاكم تكونوا في صحه جيده، كنعرف كندعي مع الناس اللي عزاز اللي ما قادينش يديروا حتى شي حاجه مساكن، وتيكومونطيو دائما تقولوا لي سعيده. اللي جاتنا هو اننا نكومونطيو ليكم تفرجوا في الفيديو، واخا انني راه ما فهمت ما كاين لا استفاده، ولكن نقول لكم شكرا لكم بزاف بزاف بزاف. ومسكينه ام زكي اللي ديما كتخلي واحد الكومونتير، وهذا كنقول لكم شكرا بزاف بزاف حتى هي. والخوت مهم، دابا جيت بغيت نشارك معاكم واحد الروتين. اي وحده الصراحه الكومونتيرات اللي تنقرا دابا كنصور، والله ما قريت الكومونتير اللي حطيت على البنت. الناس اللي ترحموا عليها اكيد راه كل كلمه طيبه راه صدقه، راه سعدات اللي كتب كلمه طيبه راه حتى هو عنده صدقه، والدعيش معاها مسكينه هي الله يرحمها. حتى انا نقدر نكون واحد النهار في بلاصتو غادي يبقاو الناس يقولوا الله يرحمها الله يرحم الله يرحمها. مهم شكرا لكم بزاف بزاف. راه ياسين محمد دابا من بعد ما دوشت تصوروا حنايا بعد دابا الصيف كنصبن هي هنايا بيدي وكنشر دول باش صورت معاكم. ما لاحظتوا وليت كنصورها بالكساوي كاع سراوري مابقاوش كيجيوني، وهادو هما اللي لبست ديك النهار. وانا اي حاجه لبست زعما وخرجت فيها واخا ما تكونش مقيوسه لا بعقله بوالو، كنحاول انني هي ندوزها في التيد باش ملي كنرجعها في المارين، حيت ما كنخرج لا بزاف لا والو، ما كنلبسش حتى بزاف. دابا كيعجبني نلبس هي الطويل كنرتاح فيه، فهمتوا؟ كنقول اللهم نصبنهم ويبقاو نقاي هكا. ها انتم كتبقى فيهم ديك الريحه زوينه. شوفوا يدريال ولا ما عرفتش ب 10 درهم شكون شريته، وحق الله ما عقلتش. قلت لكم مثلا هادو هما الاثمنه اللي ما نقدرش نفوت في الجوطيه، زعما ملي كنقول هاد الثمن راه هذا هو الجوطيه. اما باش نمشي نشري شي حاجه ب 800 ولا ب 600 ما نديرش. كنوريكم واحد الكارثه، شوفوا سيمو لي داير حدايا يبدا يغوب قدامي. شوفوا شنو دار ليا، ها انتم شوفوا. مثلا بغيت يكونوا عندي ونمشي للسوق وناخذ شبيكات فين تيتحطوا الحوايج ملي يكونوا موسخين هكا، كنت نمشي انا نحطهم هكا فوق واحد الكرسي في الحمام. شوفوا تيتبقى صميه بجافي. ودابا ملي صبنت هذا، ها انتم ملي صبنت وجاي نشف مع جافي المجهد، ها انتم شفتوا قطعوا هذا بحال هاد السريولات كنعس بيهم، يعني توبهم دابا رقيق رقيق وتيجوني في النعاس، فهمتوا؟ معانا اختي فيا واحد القاعده، فيا قاعده ما عرفتش واش سمحايده مني ولا لا، تنكون حاطه الرحيل حدايا نبغي نعس نلبس حاجه، وملي نفيق الصباح نلبس حاجه، وملي نخرج نلبس حاجه، وتلوح ونوض ندوزهم في التيل واخا ما يكون فيه موال ورجع. انتم غتشوفوا عاوتاني راه معمره الشارج من 10 مصبنه فيه وناشره، ما حيت الحوايج نقايه يعني كنديرهم غير في التيت صافي وكندوزهم في الماء ونشلهم. ايوا اختي حشو فمي نشف فمي نشف. انتم غتشوفوا شحال الساعه استقلت سماي، وبغيت اختي نجيب واحد الكاكاو تعرف شو حق الله من النعاس مع دوش التخسير. انا والسيمو داكشي جمعنا الدويره، ما نمتش مع داك الشوم نشوف ليا فمي. ايوا صافي هذا ما كان، يلاه دابا نمشيو اختي باش نغسل. انا غسلت الثلاجه وداكشي نقاده، وهانتم معايا نشوفوا الروينه اللي في الكوزينه. ما كاين والو، انا عارفك انا عارفه الروينه. شوفي اختي الوجه والله ما دايره شي حاجه، ولكن رحالتي مع انتم. وهنايا راه كاينين الملابس الداخليه باسم بيهم، كنبقى نشر حاجه بحاجه حتى تينشفوا. مع الشميسه كتضرب عندنا في الدار اختي، هاد الكليزه اللي درت هنايا شوفوا راني حيد جففناه وداكشي، المهم دزت كول ونقي الصراحه كلشي، وديك السطيره باقا تما. دابا باقا اللي داتني هي الثلاجه، غادي ندوزو ليها هنا غنطلق الخاميه باش يبينت ليكم نسيت. المهم اختي هانتي يلاه نبدا في الثلاجه. شوفوا نضحكوش على الكرموز حيت اش وقته. المهم هذاك الدواء ديالي هنايا اختي، شويه الكوفيزير راه هاد المايونيز هانتوما راسي معمد ليه حنا هاد الموطار تخسر وصافي. هانتوما شوفو كنسى. ومهم ها
كانتي خصي معايا عقلي خصي عقلي عقلي خصي. المهم دابا سي محمد شفتي تخبى باش ما يبانش. دابا خصي غادي نهزو نصوح حيد نخويا الشي نخلي باش نمسح شد هكا واو طاحو عرفتو غادي نتقاو بأي تلاحظو في أي فيديو ملي كنوقع عليا بحال هكا تنبقى نغوت وهادي آخر غوتة درت في التسويق هي بحال هكا يعني مع الخلعة عرفتي هي باش تغيرت وحدي شفار سمعت انت مرة في التليفون نسيت الفيديو غدير قلت لي يا شفار يا شفايفور ايوا شي تخدم راسها تيخدمش معايا و تيبغي شي بان في التليفون واش بزاف راه حنا معطلين في الفيديو نحيد لها ضروري هي شي شي غادي هذاك المطار غادي يتلاح هذا بشويه في الفيديو راه ما بقاش مزيان سي محمد انتم راه عرفتوا شنو غايقول تصوروا الحاجه واخا تقدم ما يبغيش يلوح على داك الفاني الزرقاء مش تحتاني تحتاني هذه حيد حيد داك ما حيد ما حيد ما حيد ما من الزرق وانا خليني نجبد وصافي دابا نخرجوا هذه الكراميل شنو هادشي وصافي اختي ندير شي حركة تلحقو ولا قوة الا بالله نجيبو يسكتو في الفيديو شتو صحابو اللي كنحكر عليه راه تيحكر عليا تيحكر عليا وبزاف يلا المهم غادي نبقى بحال هكا اختي غادي نمسح و المهم اللي درتها نتوما معايا سي دوز اندر حبتين ملفات عرفتو شنو مهم الإضاءة مديوش على هاندي اختي شوفي شوفي اختي شتي وما فهمتش بدات كتقطر شوفوا شنو دارت لي عييت ما نمسح تما وهاد الجناب بحال ما عرفتش صدات ولا ما فهمت المهم هذيك راه بحال صدات ليا من الجناب راه ماشي ما مسحتهاش ما عرفتش اختي ما فهمتش ليا هو اختي دابا نحس الحرقه اكثر الخضره بصافي بدات الصداع اللي في الثلاجه ما فهمتش انا الثلاجه تصدي ما فهمتش دابا كنحاول هذا كنحاول ديالي إذا نقطع نص نخليها غير كنخسرات مجال ديرش السلوفان هادو نلويها واقع مزيانة وهذا ما عرفتش يبان ليكم ما غاديش نقدر نهزو ما عرفتش يبان ولا لا صافي دابا غادي ندوز اختي غادي نقاد داكشي في التلاجة ونرجع معاكم يلاه سيدي خير انا اختي سالي شوفوا داك الملون اش دار ليا انت مشوهني هانتي صافي اختي دوك راه ميساج كلشي كنت دايره صراحه كلشي لقيتو خاسر كلشي مشى هانتوما اعزكم الله شوفوا